حمولتي. عصير ديال الخوخ كناخذو كيلو ديال الخوخ منقي ما كنحيدوش ليه القشره، كنحيدو ليه غير العظم، كنغسلوه وكنقطعوه على جوج. كنحطوه في الطنجره كيلو ديال الخوخ، كنزيدو عليه اطرونس ديال الماء وكنديروه يطيب واحد 10 دقائق تقريبا حتى كيطيب لينا مزيان. كنخليوه يبرد، كنزيد عليه واحد ياغورت ديال الخوخ بالنكهه ديال الخوخ وكنطحنوه بداك الماء ديالو مع السكر، كنزيد عليه السكر على حسب الذوق، كنطحنوه كيجينا خاطر. الا اللي بغاه هكا كيخليه، اللي بغاه شويه كيزيد الماء بارد. واخا